السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي وخواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحة؟ رجعت معكم بواحد الفيديو جديد. هذا الفيديو بغيت نلقاكم بخير وعلى خير في احسن الاحوال، نتوما وليداتكم وعائلتكم. بالنسبة لهذا الفيديو بغينا نوريكم الدوار اللي تزدت فيه ودوزت فيه الطفولة ديالي حتى وصلت عندي 14 سنة وعاد تحولت لكازا. المهم هذه دارنا، وهذه دار بنت خالتها الوالدة، حتى هي عايشة في كازا، كتجي ليها عام الصيف الصيف. هذا هو الدرب ديالنا ودارنا هي هذه. المهم غنوريكم الدوار كامل ان شاء الله، غتشوفوا كل شيء لعينيكم. صحنا خوتي راه كان الوالد عايش معنا في كازا، وملي كبرنا وتزوجنا كاملين تحول بحالاته لهنايا، وحنا كنجيو عنده مره مره الحمد لله، وكتعجبنا المنطقه ديالنا وكنجيو نزورها تقريبا جوج مرات في العام حتى ثلاثه. المهم هاد المنطقه كتميز بالماء الطبيعي، وكتميز بالمناظر الخلابه والطبيعه الخضراء. المهم جيران، هادو الديور ديال جيراننا، كاين اللي مسكونين وكاين اللي مساكن، الناس خارجين على برا، كاين اللي في كازا، كاين اللي في برا كاع في اوروبا، كل واحد كيفاش، وكاين اللي باقي ساكن في دارو. المهم انا كنوريكم الدوار من تحت الطلب ديال المشاهدين ديالي، قالوا لي غتورينا الدوار اللي تزدتي فيه ودوزتي فيه الطفوله ديالك، من حيت ديما كنعاود ليهم عليه وكنقول ليهم الدوار عندنا زوين والمنطقه عندنا زوينه بزاف، وكيقولوا لي ملي تمشي صور لينا شي فيديو تماك، ودابا انا كنصور لكم ومرحبا بكم والف مرحبا. وكنتمنى من السيده اللي طلبتني على الدوار المرابطين، تدخل لاخر فيديو غتلقى الدوار ديال المرابطين، وانا ان شاء الله غادي نوقف حدا الدار ديال راجلك ديال شيخك، وغتشوفني وغنقول لك راه هذه هي البلاصه. المهم مرحبا بك اختي تنتي، ولا بغيتي تجي مرحبا بك، الدار مفتوحه في وجهك، الدار مفتوحه في وجهك، جي ونوريك المنطقه كامله ونوريك الدار ديال راجلك وديال باين راجلك. المهم مرحبا بكم، الدور هو هذا، وكنتمناكم ان شاء الله تردوا عليا الخبر في الكومونتير، قولوا لي الدوار واش زوين ولا خايب. ما تبخلوش علينا بلايك وابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وان شاء الله ديما الجديد. شكرا لكم، شكرا على الناس اللي مابونيين معنا، وشكرا على الناس الجدد، وما تنساوش اللايك والبارطاج، الله يسهل عليكم. المهم هانتوما الديور باقين، كاين اللي باني بالتراب، كاين اللي باني بالسمرمي، الناس ما مقداش، كاين الناس اللي ما في حالتهمش، كاين الناس اللي عندهم الله يزيدهم كتر، واللي ما عندوش الله يسهل عليه. المهم الدوار طالع دار لاصقه في دار، بحال شي مدينه وراه غدوار. دوار اكثريه عاد الديور ديال العائله هنايا، هذه الدار ديال خالد الوالدة، هانتوما غتشوفوها، غنوريها لكم، هي هذه ديال خالد الوالدة، هذه هي دارو، هذه العوينة، كاينين ثلاثة دواور دايرين فيهم العوينات بحال هكا، كاينين عيون أخرين، ولكن هادو جاو في وسط الدوار كيديرو تيوات الناس، كديو الماء للدار، أما الماء موجود الحمد لله في هاد المنطقة، الماء موجود. هذه الجمعيه ديال بكناله، وهذه الدار ديال خالد الوالد ديالي، هي هذه، وهذو جيرانهم.
تبارك الله واحد الجمعية كاينة بوكنالة، جمعية رائعة جدا، جمعية زوينة. المهم غنوريكم الدوار شوية بشوية حتى نوصلوا إن شاء الله لدوار المرابطين. الجمعية كاينة عندها مساحة لتحت ومساحة لفوق، جمعية كبيرة. هذا الديور ديال الناس ديال الدوار. المهم غنبقاو غاديين معاكم بشوية بشوية حتى نوصلوا. المهم هذا الجامع اللي مقابل معايا، هانتوما الجامع ديال الدوار، هانتو الشانطي وصل حتى لوسط الدوار. الطوموبيلات كيطلعو حتى لحدا الجامع هنايا، وكاين كيزيدو حتى للجمعيات، كيوصلو حتى لعند الجمعية. انت اللي عنده شي طوموبيل حاصرها حدا دارو. انا هذا الفيديو بغيت نعطيكم فيه التفاصيل، ما بغيتش ندير لكم فيه الموسيقى. كاينين ديور لي مسكونين وكاينين ديور لي مهجورين. اصلا تا دارنا كانت مهجوره، دوزت واحد 24 عام وهي مهجورة، مع الوالد رجع ليها وصلحها وقدها. المهم الدوار كبير كبير وزين، وناس وزينين، الناس فيه مزوينين. هذا هو دوار المرابطين، حنا دخلنا ليه. غنبداو من درع، هذه دار عم ديال الوالده. لان الوالده تا هي من دوار المرابطين، والوالد من دوار ولاد موسى. هذه دار جدي وجداتي ديال الوالده، الله يدخل عليهم الرحمه المغفره، والله يدخل الرحمه المغفره على جداتي وجدي ديال الوالد، والله يرحم جميع اموات المسلمين كاملين ان شاء الله. من دار جدي هي هذه، بقى فيها غير واحد خالتي هي اللي ساكنه فيها، اما جدودي الله يرحمهم كاملين. هذا بقى نطلعوا ان شاء الله الفوق لدوار المرابطين، الجهه الفوقانيه. احنا اصلا دوار المرابطين غير ما نطلعوا الجهه الفوقانيه. المهم غادي نوريكم واحد المنظر هائل في الدوار ديالنا. هانتوما شفتوا كل واحد عنده جردة حدا دارو، كل واحد عند كاين شجر في الدوار بزاف. كما قلت لكم منطقه كتميز بالخضوره. هانتوما شوفوا هذا الجبل اللي فوق الدوار كامل، كيقولوا لي جبل القرع، هانتوما رائع جدا. هذه هي المنطقه ديالنا. انت يا اختي اللي كتسوليني على دار شيخك، دار شيخك في هاد الدرب، وما عرفتش اناش من دار فيهم. المهم هاد البلاصه هادي بالضبط، ان راجلك الا شاف في المنطقه راه غادي يعرف دارهم.
هذه البليصه هنا ما تكون غير هذه اللي مع جنبي مع الليمون. مي مو هذا دوار المرابطين، دوار المرابطين غزال وزوين وفيه الناس الله يعمرها دار، ناس معقولين، ناس ظريفين. المهم الدوار ديالنا كله فيه ناس معقولين. انتم كتشوفوا ياك حنا طالعين دابا بنهار وما تلقاش شي واحد خارج بلا سبه، ما تلقاش شي واحد كيدور بلا سبه، كلشي داخل سوق راسو، كلشي داخل لدارو. المهم دابا جينا لدار خالي، جينا نزورو خالي، هذه دارو يلاه كيبني فيها، المهم بنا السفلي ودابا طالع بالفوقي، وجينا نزوروه وقلنا علاش لا ما نصوروش ليكم هاد الفلوغ. المهم خوتي وخواتاتي كنتمنوكم يعجبكم هاد الفيديو، وما تدخلوش علينا بلايك وابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وان شاء الله ديما الجديد اخوتي. ومع السلامة، الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله، وما تنسوش اللايك والبارتاج، الله يسهل عليكم.